سادت لأجلنا المجد لك، المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا شعب وادي النيل
احفظه دايما في رفعه وفي تقدم وفي ازدهار. شكرا دكتور علي وشكرا لمحبتك كتير، واهلا بيك وباسم طبعا كل الكنيسه وكل الاباء وكل الاحباء. بنشكر حضرتك على حضورك وتهنئتك الجميله كل سنه حضرتك. شكرا. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا كمصريين. وأنا هذه العادة يمكن حريص عليها لأكثر من سبب. يمكن السبب الأول هذا الرباط الروحي اللي بيربطني بقداسة البابا داودي. حقيقة يمكن من أول سنة التقيت به شعرت أن مصر بخير. سماحة، سماحة المصريين كلها في وجهه، وكلماته الطيبة ودبلوماسيته الهادئة. السبب الثاني يمكن قداسة البابا هو له مواقف مواطنية حقيقة يعني يشهد بها الجميع، ليس في الداخل وإنما في الخارج. كان في زيارته الخارجية يحمل هموم هذا الوطن، وأيضا يحمل آلامه وآمانه، وكان دائما حائط الصد وأشهد بذلك. ربما الإعلام لا يغطي جزء في بعض اللقاءات التي يعقدها هنا أو يعقدها في الخارج، ولكن كان حائض الصد لهذا الوطن. كان حريص كل الحرص على دعم الوحدة الوطنية. كلماته للكثير من المسؤولين الذين يأتوا هنا إلى مصر من الخارج كانت تعبر وبصراحة عن لحمة ووطنية هذا الشعب. يمكن هو ذكر كلمات السيد الرئيس بالأمس لا تقلق، وفعلا الجميع عليهم ألا يقلقوا دائما أو لا يعتريهم أي نوع من أنواع الخوف أو القلق على هذا الوطن. هذا الوطن كما ذكر قداسة البابا محروس بفضل ووحدة أبناء، ودائما المحن تستلزم من الشعوب حاجتين أساسيتين لمواجهة أي خطر: جيش وطني قوي، والحمد لله يمكن الجيش المصري حقيقة جيش وطني، بل هو يعد من بين أقوى الجيوش في العالم، وبالأخص في السنوات الأخيرة. يعني الجيش لم يطور إمكانياته التسليحية فقط، وإنما رفع من كفاءته القتالية من خلال التدريبات المستمرة، سواء بمفرده كجيش أو أيضا بالمناورات التي تتم مع الكثير من جيوش العالم. فأطمئن تماما طالما كان هذا الجيش قوي وواحد وموحد، يمكن هو على خلاف جيوش المنطقة كلها. ليس هناك طائفة فيه ولا جهة معينة أيضا كالجيوش التي تتم طبقا لمعايير جهوية، وأيضا جيش مبني على العقيدة الوطنية بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو الطائفة. الحاجة الثانية أيضا لمواجهة أي خطر الوحدة الوطنية، وأعتقد أن وحدة هذا الشعب تجلت بقوة في السنوات الأخيرة. قوى الشر أرادت أن تختبر وحدة هذا الشعب في أكثر من موقف. تعرض الإخوة الأقباط حقيقة، لكن وتحمل قداسة البابا صبر أيوب أكثر على بعض المحن التي مرت بالإخوة الأقباط. كان في استهداف دائما للفاصل التي يرى العدو انها هش، ودائما وابدا هذه الامور وبحكمه قداسه البابا وبصبره
أيضا مرت مرورا يمكن هادئا على هذا الوطن. اختبروا أيضا بعض التفجيرات اللي تمت في المساجد، وأيضا كان المفروض أن تحدث بعد القلق، ولكنها أيضا مرت بحكمة ووطنية هذا الشعب ولحمته الوطنية. هذا هو السبب دائما وأبدا، طالما في جيش قوي واحد وموحد، وطالما كان فيه وحدة وطنية وجبهة وطنية صامدة أيضا، فليس هناك خطر على الإطلاق. الجميع يرى أن قوى الشر لا تريد خير بهذا الوطن، والسبب في ذلك أن مصر هي التي أفشلت المشروع التقسيمي الذي كان يعد إلى هذه الوطن. هذا المشروع التقسيمي خطر لم ينتهي على فكرة إطلاق، يمكن يخفت أحيانا ويصعد في أحيان أخرى، ولكن مصر عصية على التقسيم وعصية أيضا على الانكسار، وهذا بفضل وحدة أبنائها. أنا باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس النواب المصري أتقدم بخالص التهاني إلى قداسة بابا بطرس بعيد الميلاد المجيد. هذا العيد كما ذكر قداسة البابا هو عيد لكل المصريين، يعني عيد الجميع في مصر يحتفي به، هو يوم أجازة. وأعتقد من يوم ما أصبح هذا العيد أجازة لكل المصريين بدأ المصريين يعون تماما إن الأعياد في مصر للجميع، مسلمين ومسيحيين، وهذه هي الأيام الجميلة. يمكن أنا شخصيا اللي عشتها في شبابي لم نرى هذه التفرقة التي بدأت تضرب في الشعب المصري يمكن في أواخر السبعينات وظلت على هذا النحو، ولكن انتصرنا في النهاية، توحدنا في النهاية، وأصبحت أعياد المصريين أعياد واحدة لكل أبناء من مسلمين ومسيحيين. أنا في هذا اليوم بكون سعيد أن أحتفل مع قداسة البابا بهذا العيد، وسعيد أيضا بكلماته التي تكون أو تزودني بطاقة إيجابية للعمل وللتسلع بالأمن. هذا الرجل رمز وطني علينا أن نفخر به جميعا، وإذا كان مجلس النواب في سنته الأخيرة فأنا أستطيع أن أقول وبكل الصدق وبكل الأمانة إن الفضل كل الفضل في المحافظة على اللحمة الوطنية لهذا الشعب من بين أبنائه مسيحيين ومسلمين لهذا الرجل ولمواقفه كما ذكرت القوية في الداخل والخارج، ربما لا يعلنها وربما لا تسلط الإعلام الضوء عليها، ولكنني أنا كمسؤول أقول إن كانت لكلماته وكانت لمواقفه القول الحاسم في تجزير وتأكيد الوحدة الوطنية. خالص التهاني قداسة البابا، وخالص التهاني لكل الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه بهذا العيد، عيدنا جميعا، وخالص التهاني لكم، كل سنة وانتم طيبين. يمكن تكلمت كثيرا أن جرفت السياسة، ولكنني أحتفظ بكل الود وكل التهاني لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأعزاء الأكبر،
ولا أنسى أيضا هذا القطب الوطني السيد الوزير منير فجري عبد الغفور والجميع، أحييهم وأهنئهم بهذا العيد الجميل. كل سنة وأنتم طيبين. الله يسلمك. شكرا دكتور علاء، شكرا جزيلا. عايز بابا